السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً. نحن نستأنف محاضراتنا للجمعية السعودية لطب الأطفال وحديثي الولادة بالتعاون مع المجلس العلمي لبرنامج طب الأطفال وحديثي الولادة، والتي ستخدم كل الأطباء الزمالة والاستشاريين في المملكة. طبعاً بدي أوجه شكر خاص للدكتور عدنان حديد عن مجهوده وحرصه الدائم في استمرارية هذه المحاضرة. محاضرنا اليوم الدكتور المتميز دائماً والغني عن التعريف دكتور عمر الخطيب، طبعا will introduce our speaker. He did his pediatric residency in Jordan University Hospital in Amman, as well in Nova Scotia in Canada. His neonatal fellowship training in the University of Manitoba. Then he joined Toronto University, where he finished the targeted neonatal echocardiography training. Dr. Omar worked as a consultant in neonatology in SickKids. Then he joined the King Fahd Medical City as a consultant in neonatologist since 2015. Dr. Omar also is an examiner in Saudi Council for Health Specialists and a member of Saudi Guideline Committee under Saudi Neonatal Society. Dr. Omar is a chairman of Neonatal Policies and Procedures Committee at King Fahd Medical City. And Dr. Omar, his special interest in HIE, intracranial hemorrhage, PDA, neonatal hemodynamics, as well in functional neonatal echocardiography. Dr. Omar, يعطيك ألف عافية وإن شاء الله تكون محاضرة متميزة ومفيدة بإذن الله للجميع. الله يجزيك خير دكتورة وإعم. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزانك إن شاء الله. أحب أولا أشكر الدكتور عدنان أيضا، ما شاء الله الدكتور عدنان هو الدينامو تبع الجمعية السعودية، رجال يعني حريص على نشر العلم في النيوناتولوجي على مستوى المملكة وخارج المملكة، فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يعني نستفيد منه جميعا بطاقته وحماسه في هذا المجال يعني. فجزا الله خيرا، وكذلك الدكتور وئام الله يجزيك خير على هذه المقدمة. أنا أتشرف بإلقاء المحاضرة. أنا أيضا author of the chapter of the intracranial hemorrhage في Gumilla Neonatology في الطبعتين السابقتين، وكذلك بإذن الله في الطبعة القادمة. تواصل معي بالفعل عشان أكمل معهم يعني بإذن الله في الطبعة القادمة. هذه المحاضرة will be simplified. يعني it's not meant for the very advanced practitioner. It's meant for trainees أساساً. وفيها شوية معلومات advanced للجميع. الكل بإذن الله تعالى حيستفيد. لكن الغرض الأساسي منها هو تبسيط الموضوع وليس تعقيدي. وطبعاً اللي حاب بعد المحاضرة إنه يتواصل معي على الخاص بالإيميل أو على التليفون. عنده أسئلة يعني specialized شوية، أنا ما عندي أي مانع من التواصل معه في هذا الموضوع في أي وقت بإذن الله تعالى. هذا التوبيك الأول نبدأ أنه I have no conflicts of interest to declare at all. يعني الobjectives تبعت المحاضرة راح نتكلم عن definition of intracranial hemorrhage، عن الrisk factors، الclassification أنواعه أي شيء أنواعه، الانسيدنس طبعا الانسيدنس بيختلف لكل اسبوع من اسابيع الحمل starting from the 22 weeks of gestation 23 24 and up until 40 weeks of pregnancy. طبعا الكلينيكال برزنتيشن diagnosis and imaging in particular لانه it's an imaging diagnosis in the first step يعني complications of intracranial hemorrhage. Management راح يكون مختصر شوي، ما راح اركز كثير على management and then prognosis باذن الله تعالى. تمام. كمقدمه introduction intracranial hemorrhage ICH is bleeding within the skull of a newborn. تمام، يعني نزيف داخل الجمجمه. طبعا هل في نزيف طيب خارج الجمجمة؟ طبعا في نزيف، في اكسترا كرينيال هيموريدج. وراح اعرج على الاكسترا كرينيال هيموريدج باختصار برضو علشان نكون الممنى بكافه انواع الهيموريدج في هذه المحاضره. اذا في حد is not understanding Arabic please write so that I can talk طبعا English 100%. انا بحب اللغه العربيه ويعني بحب ان اتكلم فيها الا اذا طبعا في مصطلحات علميه معينه.
I'm happy to talk يعني 100% English. So if you cannot understand some Arabic terminology, please just write it down in the chat. وخبرينا دكتورة وئام إذا في حد يعني مش فاهم لغة عربية. حاضر دكتور، عليهم. احنا راح الاساس اليوم هو الانتراكرينال هيموريدج، لكن زي ما قلت راح نعرج على الاكستراكرينال هيموريدج لانه موضوع مهم كذلك، وفي طبعا ترابط بينهم بالنسبه للايتيولوجي. مثلا التروماتيك بيرث كان كوز بوث اوف اكسترا اند انتراكرينال تايبس اوف هيموريدج، كان كوز بوث توجذر اكشوالي. يعني الطفل اللي عنده اكستراكرينال هيموريدج از اولسو ات ريسك اوف هافينج انتراكرينال هيموريدج. الانتراكرينال هيموريدج موست كومن في البريترم بيبيز، والريسك او السيفيريتي اوف اي سي اتش بيزيد كل ما البريماتوريتي بتزيد، بمعنى انه اتس مور سيفير ات 22 ويكس اور هاي لايكلي على 22 اكثر من 23 اكثر من 24 اند سو اون. طيب زي ما قلنا راح نعرج على الاكستراكرينال هيموريدج في طريقنا الى شرح الانتراكرينال. في ثلاث انواع رئيسيه من الاكسترا كرينيال، اللي هو الكابوت، وهو بيسكلي ديس ان اديما مينلي نوت ريلي هيموريد بس اتس انكلودد عشان تشابهها مع النوعين الاخرين. سو الكابوت ساكسدينيوم والكفال هيماتوما والسبجاليال هيموريدج. تمام، الكابوت ساكسدينيوم بيسكلي هو اديما في السكالب تيشو، في السكين وفي السبكوتينيوس تيشو، بيكون بوجي شويه وما بتكونش ملتزمة بالسوتشر لاينز. ليش بنقول انها مش ملتزمة بالسوتشر لاينز؟ لان الكفالة هيماتوما ملتزمة بالسوتشر لاينز الى حد ما. الكابوت بتكون اديمة، فالاديمة ما لهاش علاقة بالايش بالسكال بونز تحديدا. الاديمة هي موجودة في السكالب، موجودة في السكين، موجودة في السوفت تيشو، فعدم التزامها بالسوتشر لاينز هذا بيخليها مور لايكلي تو بي كابوت. هل ممكن الطفل يكون عنده بوث كابوت اند كفالة هيماتوما؟ Of course he can. تمام؟ لكن we need as a trainee and as a nurse and as a first practitioner ان انت تكون عارف الفرق بين النوعيتين. الكابوت disappears without any treatment. It's a very benign condition وما له اي pathological significance. تمام؟ ملوش اي خطورة بإذن الله تعالى. ايش سبب الكابوت؟ هو البريشر، عبارة عن ضغط في البيرث كانال against the cervix, against the vagina during the vaginal delivery. غالبا يكون painless، فيش منه اي وجع، مفيش منه اي خوف، و it's as I said it's a very benign condition. كابوت هو معناها طائية او كاب يعني باللغة بالانجليزي يعني. طيب الحاجة الثانية في الاكسترا كرينال اللي هو الكفال هيماتوما. الكفال هيماتوما بيسكلي هو بليدنج ما بين السكال بون والبيري اوستيم، ما بين السكال بون والبيري اوستيم. And so because it's under the periosteum then it is limited or restricted by the suture lines. ايش هم السوتشر لاينز؟ السوتشر لاينز اللي هم الخطوط الفارقة بين عظام الجمجمة. Suture lines هي lines اللي تفرق او separate the skull bones، لان احنا عارفين at the beginning when the baby gets born the sutures are not yet fused. تمام، بال skull bones بيكون لسه في بينهم suture، طبعا الا اذا في craniosynostosis او premature fusion او اشياء زي كده. This is pathological conditions, but normally the sutures are still open. And because the sutures are still open, if you have a subperiosteal bleed like the cephal hematoma, then this kind of bleed is not going to cross the suture lines. إيش سببها؟ tear في the blood vessels الموجودة بين skull and scalp. طبعا غالبا بتكون painless وغالبا ما بتحتاج أي علاج بنسبة 99%. And it disappears في وقت أطول من الكابوت. الكابوت within days، الكفالة hematoma it could take weeks. ايش تعمل؟ ايش بيهمنا في الكفالة هيماتوما؟ بيهمنا انها ممكن تكون سبب في الجوندس، لانه هذا هيماتوما. هيماتوما هو تجمع دموي. تجمع دموي معناه بيحصل لايسز او تحلل للريد بلود سيلز. فلما يطلع الهيموجلوبين من ريد بلود سيلز، الهيموجلوبين احد الاند برودكتس اوف ذا هيموجلوبين ديجراديشن هو البيليروبين. فالبيبيات اللي عندهم كفالة هيماتوما ار مور لايكلي ان هم تو بي جوندس ليتر اون. فلما تروح النيرسري وتفحص بيبي مولود طبيعي
تفحص راسه وتلاقي ان في كفاله هيماتوما، بتكون مور كين انك انت تخبر الاهل انستراكشنز انه ديروا بالكم على موضوع الصفار ممكن يرتفع. This is كفاله هيماتوما in itself is benign. Jaundice it's in itself is benign. However, some babies do need phototherapy for the jaundice اللي هو due to كفاله هيماتوما. So it just needs follow up. ف needs instructions و education للفاملي. تمام؟ ف this is the كفاله هيماتوما. آخر حاجة من الإكسترا كرينيال هيموريج اللي هو الصب جاليال، أو الاسم الثاني له اللي هو الصب أبونيوروتيك. صب أبونيوروتيك، تمام؟ إيش هو الجاليال أبونيوروسيس؟ جاليال أبونيوروسيس basically is a connective tissue، نسيج ضام، عبارة عن تندون بيحرك السكالب، متصل بالمصل يعني بيحرك السكالب كلها. ف it's المسافة اللي تحته، طبعا احنا فوق البريوستيوم، تمام؟ المسافة اللي فوق البريوستيوم وتحت السبجاليال، تحت الجاليال يعني أبونيروسيس، اسمها سبجاليال سبيس. This space actually can retain a lot of blood. يعني لو حصل فيها نزيف بيحصل فيها retention of a lot. يعني it said one third to half of the baby's blood can be bled into this space. So it's a potential risky deadly bleeding إذا حصل في هذا المكان. And that's why babies who have subgaleal hemorrhage بيكون boggy, very boggy all over the scalp. إذا في subgaleal hemorrhage you need to monitor the hemoglobin more frequently, يعني every 6 to 8 hours initially to make sure the baby is not having significant anemia. طبعا برضو مع risk of jaundice والrisk كذلك of other association يعني مع other types of intracranial bleed. لأنه اللي خلى البيبي يطلع يصير معه صب جاليال ممكن يكون أدى أيضا إلى intracranial bleed. فناخد بالنا من seizures، ناخد بالنا من أبنية، ناخد بالنا من lethargy، من sleepiness، من irritability. كل هاي السيمتومز اللي إحنا راح نتكلم عليهم بالتفصيل أكثر في intracranial hemorrhage. الموضوع الصب جاليال في موضوع في الاكستراكرينيال هو خطره الأساسي هو كمية الدم اللي البيبي ممكن ينزفها في هذا المكان. كفاله هيماتوما سيف من هذه الجهة، جهة كمية الدم قليل جدا relatively speaking لأنه محدود بالبريوستيوم تبع السكال. إنما الصب جاليال بتاخد كمية مهولة فممكن تعمل شوك، ممكن تعمل بليدنج نزيف حتى حدوث شوك. كأني شايف حاجة في ال طبعا الله يعافيك. طيب نيكست راح نتكلم على هذا باختصار. ممكن هذه البرزنتيشن راح اخليها متوفره لاي حد يكون حبيبها، نو كوبي رايت يعني بصراحه عليها. It's this just summary of the three types of the extracranial hemorrhage اللي هم الكابوت والكفاله هيماتوما والسبجاليال. راح نتكلم الآن على الانتراكرينيال هيموريج اللي هو يعتبر نوعا ما طبعا أكثر خطورة. الانتراكرينيال mainly إما النزيف داخل البرين تيشو itself، فهذه الحالة بنسميه intraparenchymal، أو الاسم الثاني intracerebral hemorrhage. أنا بفضل intraparenchymal hemorrhage لأنه اختصار الانتراparenchymal IPH، intraparenchymal IPH، اختصار الانترا سيريبرال اي سي اتش. ف الاي سي اتش تبعت الانترا سيريبرال بتكون كونفيوزنج مع الاي سي اتش تبعت الانترا كرانيال. الانترا كرانيال هو اختصار مور يونيفرسال للاي سي اتش. يعني اي سي اتش when you say اي سي اتش then you mean انترا كرانيال هيموريج، you don't mean انترا سيريبرال هيموريج although the C's are similar. And that's why if you want to use abbreviations, it's better to use the IPH, اللي هو intraparenchymal أحسن من intracerebral، وإن كان هم الاثنين نفس المعنى بالضبط. Then the other one is the subarachnoid hemorrhage, و the third one is subdural. في طبعا epidural much less rare، تمام؟ وفي ال interventricular اللي هو خاص أكثر بال preterm babies although can happen في ال term infants. لكن احنا بنتكلم على اللوكيشن، تسميه الايش؟ مكان النزيف، مكان النزيف بيحدد اسمه. ريسك فاكتورز فور انتراكرينيال هيموريدج، ريسك فاكتورز اتس ا لونج ريسك فاكتور.
لكن بيتلخصوا في المجموعة اللي أنا كاتبها: prematurity and low birth weight, الهايبوكسيك ischemic encephalopathy أو birth asphyxia, تمام, birth trauma طبعا بسبب إما large for gestation age أو بسبب device assisted delivery زي الفاكيوم زي الفورسبس and so on, bleeding disorders عند الطفل نفسه أو عند الجنين زي الهيموراجيك disease of the newborn, vitamin K deficiency, severe thrombocytopenia, neonatal albumin thrombocytopenia if it's severe enough, and other congenital bleeding disorders. There is a very long list. فأنا بختصر الأمور عشان نكون فاهمين الكونسبت أكتر ما إحنا بندخل في التفاصيل. الكاتيجوري الخامسة infections, وانفكشنز غالبا بتعمل bleeding عن طريق برضو تسبب في bleeding disorder زي الدي اي سي مثلا. طبعا head injury ما ننساش ان في حاجه اسمها child abuse او shaken baby syndrome, بعض الاباء من الغضب الشديد او غير الاباء ممكن الطفل يتعرض للهز الشديد بسبب بكائه في البيت فيتعرض الى الشيكن بيبي سيندروم, والشيكن بيبي سيندروم is a well known cause of intracranial hemorrhage post discharge, يعني بعد ما الطفل يروح على البيت. And then the last thing is the AV malformations, طبعا ال intracranial AV malformations زي ال vein of Galen اذا حصل rupture, تمام. So those are in summary الريسك فاكتورز فور هافينج انترا كرانيال هيموريدج. طبعا بعضهم بيكون برضه مرتبط مع الاكسترا كرانيال هيموريدج. فتراي تو اندرستاند قبل ما تحفظ, يعني حاول تفهم الباث فيسيولوجي, راح تكون الامور باذن الله تعالى سهله جدا عليك. يعني الكلاسيفيكيشن في اي سي اتش ممكن يتقسم حسب اللوكيشن اوف ذا بليدنج او حسب السيفيريتي اوف ذا انجري. طبعا موست كومن اوف ذا اي سي اتش از ذا انترا فينتريكولار هيموريدج. The intraparenchymal hemorrhage or bleeding within the brain tissue, subarachnoid in the space between the brain and the skull, subdural, زي ما قلنا راح نوريكم صور لهي الأشياء علشان تثبت, لأن طبعا ذاكرة العين أفضل من ذاكرة الأذن يعني. طيب نتكلم أول عن subdural والepidural. If you look at the brain هنا, تمام, this is the skull bone, تمام, this is the brain tissue itself. بين البرين تيشو و السكال في الديورا ماتر, هذا الخط الاحمر هذا, تمام. If you have the blood outside the dura mater and it's most likely to be arterial because rupture of the middle meningeal artery, this is the most common cause of the epidural bleed. في هذه الحاله يكون البليدنج outside the dura mater, برا بين الديورا ماتر والسكال, هذا بيكون arterial bleed. إذا عندك البليد تحت الديوراماتر وفوق البرين, هذا اسمه subdural hematoma, بيكون غالبا venous blood, ما بيكونش arterial blood. So هذا difference between the subdural and the epidural type of bleed. مين فيهم المور كومون؟ subdural is more common, تمام. Epidural هتكون injury strong enough to cause rupture of the middle meningeal artery. طبعا برضو اي bleeding من sinuses هيعمل one of the complications, يعني هيعمل subdural hemorrhage. انا بس حابب انزل اعمل بلوك شويه الصوره بتاعتي. اوكي. طيب ال IVH intraventricular hemorrhage طبعا له pathogenesis, pathophysiology معروفة. من أهم حاجة فيها إنه بيحصل hypoxic ischemic reperfusion injury. بتبدأ بحاجة اسمها venous infarct, يعني بسبب alteration reperfusion injury بيحصل venous infarction, بيحصل venous stasis, and then بيحصل bleeding من German matrix. This lecture is not about IVH in particular, but IVH is so important in neonatology that every trainee, every fellow needs to understand fully, لأنه أولاً هو clinically encountered very common, ثانياً لازم يجي في الامتحان, سواء امتحان ال written أو الامتحان ال oral commonly to be examined for. But the pathophysiology of IVH is very important to understand. أنواع ال IVH بكل بساطة هم أربع أنواع اللي هم grade 1 ال bleeding inside the germinal matrix,
ال grade 2 ال bleeding inside the ventricle itself as you can see في الصورة هنا، الصورة اللي هي على اليمين فوق. و grade 3 بيكون في enlargement of the ventricle أو dilatation of the ventricle. grade 4 بيكون في blood تجاوز الفنتركل إلى البرين تيشو اللي هو intraparenchymal hemorrhage أو intracerebral hemorrhage. طبعا بعض الاوثرز they would say grade 7. grade 7 this is not scientific. تمام، كلمه grade 7 is not a scientific term، مش ما راح تشوفها في الكتب، لكن بتستخدم لما يكون البيبي عنده both grade 4 اللي هو intracerebral and grade 3 اللي هو bleeding within plus dilatation. this is the worst prognosis ever. يعني في بعض الاطفال عندهم if you say مثلا بيبي عنده grade 4 IVH unilateral grade 4، you look at the images, actually the ventricle is not bad. يعني there is not much blood inside the ventricle. The bleeding is mainly outside the ventricle. So the baby just basically has intracerebral hemorrhage. But by definition, having intracerebral hemorrhage is grade 4. لكن having grade 4 بالإضافة إلى تراكم الدم داخل الventricle وتوسع الventricle, this makes it worse prognosis than just intracerebral hemorrhage. عشان كده بعض الناس بيقول لك this is grade 7 اللي هو having both grade 3 and grade 4 IVH. تمام، so those are the subtypes of the IVH. راح نورجي بعض الصور. هنا grade 1 basically it's bleeding within the German matrix. This is a sagittal sagittal كلمة sagittal يعني لما أكون واقف كده أنزل ال the plane of cutting the head vertical من نص بيقسم بين العينين وبعدين اطلع من الجنب. ف this is sagittal. coronal بنزله من فوق vertical to the face of the child. تمام، بكون بطلع من قدام. so this is called coronal. axial معناها بيكون horizontal plane الافقي وبعدين بطلع من فوق. هذول three main views then sagittal, coronal and axial. this one is called sagittal. تمام، بنشوف هنا lateral ventricles، بنشوف انه في شويه دم متجمع في منطقه الجيرمينال ماتريكس. هنا تجاوز في grade 2 تجاوز الجيرمينال ماتريكس الى اصبح within the ventricle itself. لا يعني مش مجرد في الجيرمينال ماتريكس، لا هذا تجاوز الايش؟ الجيرمينال ماتريكس الى الventricle itself، لكن ما حصلش لسه dilatation. طالما ما حصلش dilatation اصبحنا احنا ما زلنا في الايش؟ في الجريد 2 انترا فينتيكولار هيموريج. طب الجريد 3؟ جريد 3 لا، بدا يحصل دايليتيشن، بدا يحصل توسع في الايش؟ في اللاترال فينتيكلز اوف ذا برين. تمام، سو ذيس از ا كورونال فيو، مبين ان فيها توسع في اللاترال فينتيكلز اوف ذا برين. اند ذن جريد 4 مش بس توسع، مش بس within the ventricles، لا تجاوزنا كمان إلى حدوث bleeding within the brain tissue itself. so this is the grade 4 IVH. this one is a coronal view as well. يعني كأنك حاطط البروب من فوق بتطلع من قدام. تمام، this is the meaning of the coronal view. the coronal view you see both right and left lateral ventricles, while in the sagittal view you can only see one of the ventricles. لكن بتشوف من قدام ومن ورا ال anterior and posterior horn. the timing في IVH مهم. ليش مهم؟ عشان بيدلك امتى تسوي الالتراساوند، لان في early ultrasound and then there is late ultrasound. almost 100% of IVHs related to preterm babies بيحصلوا في اول 3 ايام. تمام، تقريبا الغالبية العظمى تقريبا 100%، يعني يقال 99% من الـ IVHs اللي بيحصلوا للـ preterm babies بيحصلوا في الـ 72 ساعة الأولى من عمر الطفل. في الـ 48 ساعة 80%. فـ if you want to catch an early ultrasound it's better to do it within 3 days of life. معك إذا في logistic problems، إذا في صعوبة في إنك تسوي ultrasound معك لغاية 5 أيام. this is the best timing of doing the early ultrasound. and so the early ultrasound in preterm babies is meant mainly for IVH. can it detect other stuff like PVL? yes it can. لكن اساسا الغرض من عمل ال early ultrasound هو الدياجنوسيس اوف IVH. ليه؟ لانه في بعض الاطفال مثلا extreme preterm baby 22 weeker 23 weeker 24 weeker
stormy course, and then you do the ultrasound and you find severe bilateral IVH, and then you start to, you know, asking yourself, what should I do? Should I continue full support, or should I consider palliative care in this scenario? So the early ultrasound helps you to direct the type of care you're providing to the child. Also helps feel prognostication. لما تعمل family counseling, إنه والله البيبي هذا متوقع يحصل عنده إعاقة أو لا, والله احتمالية الإعاقة أقل شوي حسب الـ severity of IVH. Mild IVH اللي هو grade 1 and 2 correlated ل better neurodevelopment, much better. The severe اللي هو grade 3 and 4 is associated with much worse outcome in terms of neurodisability, خاصة cerebral palsy. ليه؟ لأنه الدم الموجود في الventricle is neurotoxic, بيعمل white matter injury. White matter, white matter here, wires of the brain, W and W, احفظها كده دايما, white matter and wires of the brain. فإذا حصل injury للwires of the brain, إيش اللي يحصل؟ كأنه upper motor neuron lesion. فلما يحصل upper motor neuron lesion, يحصل spasticity اللي هو basically cerebral palsy. فال IVH and CP are very well associated together. The timing of IVH مهم جدا, نحن نعرف أنه غالبية العظمى من IVH in preterm babies تحديدا بيحصلوا في ال 72 ساعة الأولى من عمر الطفل. في risk factors في early and late risk factors, the sources I will provide later on. If anybody is interested in my sources, I can provide you with my source, بس كلهم أشياء حديثة يعني. The lack of antenatal steroids is the from the early risk factors. Delivery outside the tertiary neonatal center, having chorioamnionitis before delivery, low first minute Apgar score, being bruised at delivery. يعني لما الطفل preterm, لما طبعا اللي فينا حضر ولادات عارف ايش هو bruised. لما تروح تحضر 24 week تلاقيه بيطلع bruised. Incidence of IVH in this baby is very high just because being bruised. يعني then mode of delivery, C-section appears to be more protective, but this is a different discussion. Is it worth exposing the mother to C-section to protect against IVH? This is a completely different debate I don't want to go through right now. الحاجة الأخيرة اللي هو الـ low cord pH اللي هو metabolic acidosis, هذا associated مع grade 3 and 4 IVH. So those are early risk factors, and then there are some late risk factors لما بعد الولادة زي ال RDS وزي having hemodynamically significant PDA, beta and ductus arteriosus, also pneumothorax. Pneumothorax is associated with IVH. فناخد بالنا يا جماعة من ال neonatal ventilation. تمام؟ فمعرفة ال early وال late risk factors for IVH مهمة في ال family counseling. يعني بتعمل counseling للأم قبل الولادة وفي عندها already كوريو, في عندها already no steroid, و then you attend the delivery, baby is being bruised. All those are risk factors, لكن انت لازم تكون honest and accurate in describing the baby's status when you talk to the family. طيب انا احب اشكر الدكتور خالد التركاوي على هذه الاستدي, كان ارسلها من فتره قريبه في الواتساب جروب اللي هي ال NICU scientific discussion في المملكه. صراحة دراسة رائعة جدا جدا جدا, أنا أدعوكم جميعا إلى قراءتها. هذه الدراسة بتتكلم عن الـ incidence of IVH. كم مرة قابلنا سؤال في الفيلوشيب أو في غير الفيلوشيب, what is the exact incidence of IVH؟ يعني we probably many times. تمام؟ وبعدين تفتح المصادر تلاقي أشياء متباينة ما بين 10 20 30% 40% 90%, يعني بتلاقي أرقام مختلفة متعاكسة متضادة مش عارف إيش. This is a meta-analysis. Actually the best meta-analysis done for IVH instance in particular. عدد الأطفال اللي أعتقد 67 ألف طفل حاجة زي كده اللي كانوا مشترك في هذا الميتا-analysis, يعني عدد مجموعة كبيرة جدا من الدراسات جمعوها ما بين 2010 إلى 2020, يعني مدار 10 سنوات عشان يشوفوا what is exactly the pooled instance. Pooled يعني من multiple studies, تمام, of IVH. And this is what they found. This is what they found. So any IVH, that means either 1, 2, 3, or 4,
and this is the number of of studies, number of cases. 87,328,000 مريض، يعني ما شاء الله تبارك الله عدد مهول، يعني عشان ايش؟ وكل ما يزيد العدد طبعا كل ما بتزيد دقه الارقام. اقل من 25 اسبوع ان اي بي اتش 44%، سيفير اي بي اتش لو 3 اند 4 23%، اقل من 28 اسبوع بيصبح رقم 34% 15%، من 28 اسبوع ل 31 اسبوع 17%، بعدين حوالي 5%. تمام، this is not a small number، يعني لما تكون 5 واحد من كل 20 طفل مولود اقل من 31 اسبوع معرض يصير معه سيفير اي بي اتش، سيفير اي بي اتش. تمام، مايلد اي بي اتش حوالي 17%، رقم كبير يعني واحد من كل 5 تقريبا. Then اللي هم من 32 ل 33 حوالي 10% عندهم اني اي بي اتش، then حوالي 3 الى 4% معاهم سيفير اي. Again this is not a small number. Is it worth screening for? This is a debate. يعني this is something that we can also debate about. But probably, طبعاً بعض الانستيتيوشن they screen up until 32 plus 6. Other institutions up until 32 0. But هو المتفق عليه هو 32 لغاية 0, 32 plus 6. Again, في تباين في الانستيتيوشنز بالنسبة للسكرينينج. الحاجة الثانية up until 1.5 هذا متفق عليه، اللي هو screening of head ultrasound على الأقل في المملكة. في بعض التباينات internationally ممكن لغاية كيلو ربع screening head ultrasound، لكن بصفة عامة هنا معظم باعتباري يعني شغال في البوليسيز اند بروسيجرز، معظم الجايد لاينز اللي انا شفتها في المملكة كيلو ونص و32 اسبوع. الانتربريتيشن بيختلف من وحدة لوحدة، 32 0 و32 لغاية بلس 6، that's also another debatable. لكن الشاهد الملخص من هذه الارقام، هذا جدول عظيم يا جماعة، جدول عظيم جدا جدا جدا، لأن شايفين الارقام فيه من عدد مهول يعني من الاطفال. فال 5% من اطفال اقل من 36 اسبوع عندهم اني اي بي اتش، that's not a small number، يعني it's something to keep in mind. فالاي بي اتش انس از بروبلي هاير ذان وي اكسبكت. الانسيدنس اوف اي سي اتش ان جنرال، طبعا زي ما قلنا كل ما تكون انت a more extreme preterm كل ما يكون احتمالية حدوث الـ ICH in general بعيداً عن IVH أعلى، بسبب bleeding disorders، بسبب immaturity of the blood vessels، بسبب fragility of the brain tissue itself and so on، برضو الـ birth trauma and so on. تمام؟ الـ incidence of ICH in general excluding IVH again it's higher, much higher في ال preterm babies than the term infants، أقل من 1% في ال term، حوالي 10 إلى 20% في ال preterm babies، and those are mostly incidental findings. يعني أنت تجيب البيبي تعمل له مثلا ultrasound for IVH أو تعمل له CT for something and then you found oh by the way there is also subdural or there is also subarachnoid or there is intercerebral. تمام، فهدول غالبا بيكونوا تم اكتشافهم عن طريق الصدفة اللي هو في السكرينينج الترا ساوند اللي انعمل خلال الثلاث او الخمس ايام الاولى من عمر الطفل. ايش هي الكلينيكال برزنتيشن اوف انترا كرينيال هيموريدج؟ طبعا يعتمد على فين البليدنج، يعتمد على السيفيريتي اوف ذا بليدنج. كثير من الاطفال عندهم اي سي اتش قد يكونوا توتالي اي سيمبتوماتيك، ما عندهم اي سيمبتومز، لدرجه ان في ستدي انعملت في السويد عملوا سكرينينج باي ام ار اي للاي سيمبتوماتيك تيرم infants asymptomatic term infants، وجدوا انه حوالي 25% من ال asymptomatic term infants عندهم some sort of intracranial bleed، سواء كان small subdural، small epidural، small subarachnoid، small intracerebral، يعني بيبيات completely asymptomatic ما شاء الله عليهم ما احلاهم في النيرسري موجودين. عملوا screening عدد ضخم يعني من ال MRI، اعتقد كانوا 500 طفل. This study was published على الموقع الـ EBNA, Evidence-Based Neonatology. If anybody wants to follow evidence-based, يعني you can be up-to-date في neonatology, follow حسابات الـ EBNA على التويتر وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام. Those guys, and I work with them by the way, those guys are posting أهم دراسات موجودة في مجال neonatology بصفة يومية. تمام؟ EBNA, Evidence-Based Neonatology.
فهذه الاستادي اجين ببلش لاست يير 500 ام ار اي اطفال في السويد، وجدوا انه حوالي 20 25% من هذول التيرم انفانتس عندهم اسيمتوماتيك سايلنت بليد، فا اتس ماتش ماتش مور كومن ذان وي اكسبكت. لكن هل محتاجين علاج؟ هل محتاجين حاجه؟ نو، they don't need anything. That's why when we talk about symptoms, most of the ICH actually is asymptomatic. طيب إذا كان في symptoms هتكون ممكن تكون seizures، ممكن تكون apnea, bradycardia, poor feeding, vomiting, ممكن lethargy or irritability. subarachnoid hemorrhage بيعمل irritability أكثر. تمام؟ ال intracerebral hemorrhage ممكن يعمل lethargy أو intraventricular hemorrhage برضو. خاصة لو كان في a lot of bleeding بيعمل hypotension and so on. وطبعا ممكن يعمل bulging fontanel. تمام؟ This is them. More or less the most common clinical presentation. في other rare presentations, but we're not going to talk about. But those are the most common clinical presentations for ICH in general. Diagnosis by imaging. يعني you suspect إن في bleeding. مثلا عملت blood gas طلع عندك metabolic acidosis. عملت blood pressure طلع في hypotension. بصيت على الheart rate لقيت في tachycardia مش عارف إيش. Then you're suspecting intra. cranial hemorrhage or intraventricular hemorrhage. How to diagnose imaging? There is no other way. يعني ما there is إلى الآن لا يوجد أي طريقة غير الإيميجينج. طيب إيش هي الإيميجينج اللي هنعمله؟ أول حاجة هي الألتراساوند. إيش ميزة الألتراساوند؟ أولاً ميزتها إنها بورتابل، تعملها in the bedside. مش محتاجة الطفل ينزل يترك الـ NICU. تمام؟ ثانياً سريعة، تقدر تعملها في أي وقت، بالليل بالنهار، ممكن يجي الراديولوجي في اللي يعملها، ممكن أنت تعملها إذا ما أخذ bedside training اللي هو POCUS training. And by the way, POCUS is a huge trend right now in neonatology. من POCUS stars المعروفين دكتور ياسر السيد من الناس المحترمين جدا في المجال البوكس, and he's doing international a lot of international training. So POCUS اللي هو point of care ultrasound أو by the clinician غير ال detailed ultrasound done by the radiologist. POCUS training is something that is the future of neonatology. يعني if you want to skill in something, consider POCUS. But basically using the ultrasound as a tool to diagnose something like pneumothorax, like TTN, RDS, IVH, ICH, والقائمة لا تنتهي. حتى الأشياء زي functional echocardiography وهي الأشياء كلها هي ما هي إلا تطبيقات للPOCUS, لو point of care ultrasound. فال ICH is diagnosed by ultrasound. طيب هل CT أو MRI لهم دور؟ نعم لهم دور. متى؟ إمتى نعمل CT أو MRI؟ أولاً CT, بس نحط في بالنا CT is a huge dose of exposure radiation. One CT is equivalent to 600 X-rays. Yes, سمعتوها صح. 600. One CT equivalent to 600 X-ray. فتخيل كده طفل قاعد لمدة سنة في المستشفى كل يوم بيعملوا 2 X-rays. That's one CT. فقبل ما تعمل CT فكر مرة ومرتين وثلاثة. امتى اعمل CT؟ إذا مش كنت suspecting something مش باين في الألتراساوند أو ما عنديش ألتراساوند أصلاً, والMRI إما إنه مش متاح أو إنه needs booking بعدها بيومين ثلاثة أو خلاص I cannot do MRI. In this case, okay, I'll do CT لأنه ممكن البيبي يحتاج intervention, life-saving intervention. فهذه الحالة هضطر أن أتغاضى عن كمية الراديشن اكسبوجر اللي الطفل تعرض لها. تمام؟ طبعا MRI is much more accurate. مشكلته انه يحتاج في احيان كثيرة يحتاج الى sedation, يحتاج الى GA general anesthesia او intubation. وان كان في بعض اليونتس في عندهم بلان لحاجة اسمها feed and sleep MRI اللي هو without any sedation, but this is يعني it's not easy يعني. So MRI إله مزايا وإله عيوبه. تمام؟ there is nothing for free. يعني everything has its own potentials and own disadvantages. الصورة اللي أنا جايبها هنا في هذه الشريحة أهميتها في أنها تورجيك قوة وأهمية الألتراساوند. You can see structures as يعني delicate as the cingulate gyrus أو the corpus callosum أو the fourth ventricle. كل هذا بالألتراساوند. Yes, it needs an expert. Yes, it needs a lot of training. لكن ultrasound is actually a very good tool. لأن ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بانتيريو فونتانيل مفتوح at birth. سيريو فونتانيل مفتوح. We can see a lot of details from those two openings. فنستغل هذا الشيء ونعمل الالتراساوند. ومفيش مانع نحن نفكر نحن نتدرب على الالتراساوند as a clinician. طيب.
again يعني الاي بي اتش الترا ساوند سي تي او ام ار اي again يعتمد على what do you have available in your center. Start always with the ultrasound and then CT or MRI based on the availability. MRI is always better, but if you have logistic problems, consider CT as a backup for MRI. امتى نعمل MRI؟ لو كان CT او لو كان ultrasound او CT inconclusive, لو كان unit you are suspecting brain injury. Brain injury اللي هو ال brain tissue itself, CT مش هيساعدك خالص. ليه؟ لأنه البرين إنجري زي الإسكيميا you need something called DWI اللي هو Diffusion Weighted Imaging. DWI يعني حتى T1 و T2 ممكن ما يبينش معك إذا في برين إسكيميا, you need something called DWI. And so MRI is very sensitive, very specific في موضوع البرين إنجري تحديدا. If this is what you are looking for, then DWI MRI is number one. You should consider it. تمام؟ MRI can detect small bleeds, ممكن ما تكونش ظاهرة على الالتراساوند ولا CT, وبيعطي much more detailed information على location and severity of the bleeding, مما قد يساعد على planning of treatment. طبعا جماعة النيوروسيرج دائما بيحبوا MRI, دائما بيحبوه جدا. حتى في حاجة اسمها fast T2 for ventricular size and so on, doesn't take more than 15 minutes, fast T2 يعني. فالMRI is number one, but it's not always easy to get, and not يعني eventually for baby who has hemorrhage, MRI is much more preferred. هل كل البيبيات اللي عندهم IVH لازم MRI؟ لا, مش كلهم. إنما لما يكون في مثلا عندك cystic PVL and you want to exactly prognosticate the severity of brain injury, then MRI is the top method for prognostication in this case. لكن لمجرد تشخيص الـ IVH you do not need MRI. في حاجة اسمها T1, في T2 وفي DWI في الـ MRI اللي هو أنواع الـ MRI, راح نتكلم عنهم بالتفصيل في جدول أنا حطه هنا. T1 بيكون CSF dark, يعني الventricles لما تبص على الventricles هنا تلاقي CSF لونه أسود, هذا T1. تمام؟ طبعا الفلير ما بنعمله كتير في النيناتولوجي, فانسى الفلير اللي هو على اليمين هذا, انساه شوي, ركز على T1 و T2. T2 CSF بيكون لونه أبيض, احفظها إيش؟ الحرب العالمية الثانية, World War 2. تمام؟ Water is white in T2, كده احفظها, الحرب العالمية الثانية. So T2 CSF لونه أبيض. تمام؟ ال white matter في T1 لونه فاتح, مش هنقول أبيض, لكن لونه فاتح. ال gray matter اللي هو الكورتكس يعني بيكون لونه gray. إذا T1 represented فعلا للون ال gray matter وال white matter, يعني في correlation. ال T2 بيعكس هذا الموضوع, بتلاقي ال white matter لونها غامق والكورتكس لونه لايت جراي, لونه فاتح. وطبعا بالاضافه الى انه كانها صوره نيجاتيف, يعني كانها صوره نيجاتيف من ال تي 1. تمام, عفوا. طبعا الفات في التي 1 بيكون لونه برايت اللي هو في السكال بون هنا, لامع كده, لامع. هنا بيكون شويه لونه خفيف, مش ما بيكونش لامع كثير السكال بون, يعني اللي هو الفات وذين اللي هو الفات اللي في البون موري, في البون مارو عفوا. بس ف as a trainee, yes, you need to know the difference between T1 and T2 عشان لما حد يعطيك MRI في الامتحان تكون عارف انت بتطلع على ايش, خاصة لو كان ستروك او حاجة زي كده. طبعا ال this DWI is mainly for stroke, it's not best for hemorrhages. ال DWI مهمتها تشوف التيشو اسكيميا, يعني تخصص ال DWI هو التيشو اسكيميا تحديدا. فاشياء اللي هي ممكن تطلع لك كومبليتلي نورمال على تي 1 تي 2, الدي دبليو اي ممكن يبين لك ان لا هنا في ستروك, هنا في انجري, هنا في انفلاميشن, ممكن ما يبينش معك على تي 1 اند تي 2. فباختصار الثلاث موداليتيز تي 1 تي 2, تي 1 سي اس اف لونه اسود, تي 2 سي اس اف لونه ابيض, تي 1 الجراي ماتر لونها جراي والوايت ماتر لونها لايت, العكس في تي 2. بعدين عندك الثيرد موداليتي موست كومن اللي هي دي دبليو اي للاشياء اللي فيها اكيوت ستروك. اعتقد احنا قربنا النهايه خلاص. فالتيك هوم مسج, في انواع من الهيموريدج, سب جايا, سب ديورال, سب اركنويد, انترفنتيكولر, كل واحد فيهم له لوكيشن تكلمنا عنه, له ريسك فاكتورز وله كلينيكال مانجمنت.
كلها يصب في supportive management and neurosurgical consultation. supportive يعني مثلا طفل عنده thrombocytopenia, you need to make sure بيبي اللي عنده intracranial bleed, make sure ان platelet count اكتر من 100,000. اكتر من كام؟ 100,000, 100,000. if the baby has major intracranial bleed, you need to correct any metabolic acidosis, you need to correct any bleeding disorder, make sure the baby has got vitamin K. Make sure if the baby is having bleeding disorder, انك ممكن تعطيه FFP او كرايو حسب نوع bleeding disorder. تمام؟ اذا هذا كله supportive therapy. هل في طريقه لمنع النزيف او وقفه؟ لا يوجد. كلها supportive therapy. Then you call neurosurgery for potential either immediate intervention او later on لو كان في complications of this kind of bleed زي hydrocephalus, زي hematoma مثلا. عامله ماس افكت سوبر تنتوريال بريشر اند سو اون. سو ذيس ثينجز ذات نيد نيوروسيرجيكال كونسلتيشن. تمام. سو هذا باختصار المانجمنت اوف ديفرنت تايبس اوف انترا كرانيال هيموريدج. طبعا برضو سيمتوماتيك تريتمنت لو في سيزرز, لو في ابنيا كونسيدر انتيوبيشن, لو في ارتبيريتي كونسيدر انالجيزيا اند سو اون. سو سيمتوماتيك تريتمنت اللوكيشن هيمورج باي سب تايب, هذا برضه من تيك هوم مسج, انه في عندنا كابوت, في كيفال هيماتوما, في سب جاليال, في ابيديورال, في سب ديورال, في انتر سيريبرال, في انتر فنتريكولر اند سو اون. سو كل واحد فيهم بيتم تشخيصه بطريقه, له اسبابه وله طريقه علاجه وله السيمتومز المتعلقه فيه. وبهذا تنتهي المحاضره وجزاكم الله خيرا. يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور عمر على هاي المحاضرة كثير شيقة والمفيدة. بالنسبة للدكاترة الأسئلة بتنكتب في الـ question and answer, إذا في أي سؤال ممكن أنه تحطوا الأسئلة وأنا بحكيها للدكتور عمر. هلأ في سؤال دكتور عمر, في واحدة بتسأل is one of the risk factor of IVH is transfer of preterm baby by ambulance to tertiary center and expose the baby for shaking of ambulance car. Very good question, by the way. When I did my second fellowship in the Sea Kids Hospital before working there as a consultant, I proposed a research paper to Dr. Christopher Tomlinson. He's one of the neurologist there, يعني كان مشرف عليا في الريسيرش. قلت له في applications في الجوال سمارت فون كان ديتكت الفايبريشن ريت الموجود في الستريت, فهننزل الابلكيشن دي على الجوالات الاي ام اس وركرز اللي هم عمال الامبولانس او الفنيين عفوا يعني, و هنشوف الاوتكم, هنعمل correlation between the amount of vibration, duration of vibration, وما بين الانسنس of IVH عند الوصول الى السكيدز هوسبيتال. للاسف المشروع هذا لم يكتمل لانه كنت خلاص انا على وشك انهاء الفيلوشيب, لكن اعجب جدا هو بهذه الفكره. فللاجابه على هذا السؤال دكتوره دينا, سؤال ممتاز, انه هل في علاقه؟ ظاهريا ما فيش علاقة, يعني ان انا اهز الطفل هزة خفيفة, مش الشيكن بيبي سندروم, ها الهزة السيارة العادية لا, لكن اذا كانت الشيكنج سيفير انف ان يعمل لخبطة في الاوتو ريجوليشن اوف ذا بلاد فلو تو ذا برين او لخبطة في البلاد بريشر, then yes it will correlate. So it is risky, يعني معروف علميا ان البيبيات الاوتبورن هاف هاير انسيدنس اوف اي في اتش ذان البيبيات اللي هم الانبورن. تمام. لكن هل تمت دراسه انه مقدار الرود فايبريشن في الامبولانس والسيفيريتي في اي بي اتش؟ لم تتم دراسته حسب علمي, انا قد اكون مخطئ, لكن انا لم اطلع اي دراسه تربط بين الماجنيتيود اوف فايبريشن, رود فايبريشن اند ذا سيفيريتي في اي بي اتش. لكن باثوفيزيولوجيكالي اند باي لوجيك ذير از كورليشن, لانه وجدنا فعلا في بيبرز اثبتت انه الاوتبورن بيبيز هاف ماتش مور common IVH than inborn, so في potential correlation مع root vibration. والشيء الثاني احتمالية إنه ال disturbance اللي بيحصل during transport بيعمل لخبطة في the hemodynamics of the child, which is the primary cause of IVH in preterm baby. So this is the answer of the question. Thank you, Dr. Omar. The second question: how to avoid IVH?
How to avoid IBH, دكتورة إنجي. Yes. يا دكتورة إنجي, this is a topic in itself. يعني إحنا ممكن نتكلم في محاضرات كاملة عن avoiding of IBH. في new paper published in JAMA by Dr. عبد الرزاق. This is a systematic review of protective measures against IBH. This paper is just only 2 weeks old. It's a meta-analysis. عبد الرزاق, دكتور عبد الرزاق is an Indian physician who used to work in Al Amira Noura and now he works in Australia. This guy is so, mashallah, tabarakallah, so he's fascinating. His research productivity, his enthusiasm in new research is amazing. So, Iktubi Razak, R-A-Z-A-K, IVH prophylaxis, JAMA, ممنشورة من أسبوعين بالضبط. It's amazing. هتلاقي فيها meta analysis on how to protect against IVH. أنا قدمت السنة الماضية أو اللي قبلها ناسي في مؤتمر الجمعية السعودية عن الـ IVH bundle. في أشياء معينة, quality project on how to reduce the incidence of IVH, من ضمنها أشياء زي maintaining midline position, زي avoiding مثلا taking any weight in the first 3 days, زي reducing blood work in the first 3 days of life, زي الانتينيتر ستيرويدز مثلا, زي ال quiet environment في ال NICU. في a lot of things يعني, فالإجابة على هذا السؤال هتاخد وقت طويل, لكن في a lot of quality projects to reduce the incidence of IBH. في a lot of meta analyses out there. Just type في الجوجل سيرش رزاق, R-A-Z-A-K, IVH prophylaxis, JAMA, هتلاقي الإجابة. إن شاء دكتور الله. النمري جزاك الله خير, فعلا الطب بلغة الأم, فعلا أنا بحب اللغة العربية سبحان الله, يعني حب فطري يعني. السؤال اللي بعده دكتور, by doing cranial ultrasound how to differentiate between germinal matrix itself and IVH grade 1. صعبة, محتاج تدريب. أوكي تمام. A lot of time they mistake جيرمان ماتريكس اللي كانت بروميننت شويه مع الجريد 1. ايش الطريقه؟ انك تعيد الالتراساوند. This is the only way, انك تعيد الالتراساوند, او اذا انت شاكك لهذه الدرجه اعمل ام ار اي. ام ار اي هتجاوب السؤال ممتاز. الالتراساوند في الجريد 1 is not accurate. A lot of times I have seen grade 1 and this is subsequent normal, او كانت normal اصبحت grade 1, and in both of them there was no IVH. تمام؟ ففي a lot of mistakes happen في ال interpretation of grade 1 in particular. Okay, دكتور, السؤال اللي بعده, does it make, دكتور محمد بيسأل, does it make sense to do routine cranial ultrasound within the first 6 hours of life to evaluate our resuscitation efforts and improve our care? لا, لأنه الالتراساوند itself is an irritating procedure. أنت حابب الطفل يرتاح شوية من أي management وأي handling وأي لخبطة, فخلي الطفل يرتاح شوية. أنت you're not going to do palliative care after 6 hours. That needs some time. You're going to miss a lot of IVHs. إحنا حكينا التايمينج يعني لحد 48 ساعة 80%, لحد 24 ساعة مش متذكر الرقم كام, بس عندك تقريبا حوالي 40-50%. ففي احتمالية كبيرة جدا في 6 ساعات أنك أنت to miss حوالي 90% من الاي بي اتش. So it's not helpful. No, don't do too early ultrasound. تمام. The other questions, there is any under study or under investigation of intervention or treatment of intracranial hemorrhage. دكتور يعتمد ما احنا قلنا يعتمد وين مكان البليدنج, what are you dealing with. Most of the hemorrhages don't need any particular intervention in terms of surgical intervention, لكن بيحتاجوا symptomatic treatment حسب السيمتومز. يعني هل البيبي irritable, lethargic, apneic, seizing, عنده hydrocephalus or not, and so on. So يعتمد على مكان. There is no universal management for ICH. You do imaging, you do neurosurgical consultation, you treat symptomatic, and you stabilize the child. This is the broad lines of management. But there is no, and then you also correct for bleeding disorders, you correct for platelet, you make sure fluid balance is normal, no metabolic acidosis, and so on. But there is no universal way to say ICH will be managed by 1, 2, 3, 4, 5. No. يعتمد على مكان النزيف. تمام. There is يعني common question, how to counsel parents with IVH. With IVH. Yes. ولا ICH. IVH.
اي في اتش. طيب هو الكونسلنج هو بروجنوسيس اوف اي في اتش بيعتمد على السيفيريتي. سو مايلد اي في اتش ان ا بري تيرم بيبي از ليس لايكلي تو ريزلت ان نيورو ديفلوبمنتال سيفيريتي. سيفير اي في اتش اللي هو ايذر جريد 3 اور 4 is more likely to be associated, يصل احيانا الاسوسيشن الى 70 و80% حسب الجستيشن ايج. So you need to look at the table, تمام, and then talk to the family based on what's the current gestation age of the child you're talking about, and then give them accurate number. This is what we had. في طريقتين. انا لما كنت شغال في مانيتوبا مثلا كان عندنا دكتور ارون شو البروجرام دايركتور كان عامل تشيت شيت اللي هو جدول بتشيله في جيبك لما تروح تعمل كونسلتيشن، بتشوف ايش الانسيدنس اوف اي في اتش ان اور انستتيوشن، عشان تقول لها الام لما تشوفها والله انت بتولد 24 اسبوع، احنا عندنا حوالي 43% من البيبيات مولودين 24 اسبوع صار معهم اي في اتش. This is our own statistics، عشان تكون ايش بتقدم صوره حقيقيه للانستتيوشن تبعك. او اذا انت ما عندكش هذه الارقام ممكن تستخدم ناشونال نمبرز او انترناشونال نمبرز زي اللي احنا ورجيناهم. فانت يو نيد to go to the incidence first عشان تتكلم على ايش احتماليه اصابه الطفل بالاي بي اتش. بعد ما يحصل اي بي اتش there is follow up، تمام، فبتعمل follow up عشان تشوف هل في بي في ال ولا ما فيش، هل في هايدروكيفلس ولا ما فيش، هل في other comorbidities ولا ما فيش. كل هاي الاشياء بتاثر على so there is no universal يعني number تقول مثلا في الاي بي اتش هنقولها كذا، لا، بيعتمد على what's the gestation age at birth, what's the severity of the IBH, what are the complications of the IVH, تمام؟ All these things will contribute to the counseling. Another question, if we have a part of the ultrasound, is vital signs and biomarkers able to predict hemorrhage? The vital signs, yes. If the baby is now hypotension, unexplained hypotension in a preterm baby accompanied with metabolic acidosis and anemia, this is IVH until proven otherwise. However, you need to document this by doing imaging عشان تعرف ايش ال extent of the hemorrhage. لان انت you suspect IVH but you don't know is it grade 2, is it grade 4, is it more or less, في حاجة ثانية, في something you're missing. ف yes, you are suspecting hemorrhage by labs اللي هم أهم حاجة CBC وال blood gas and by vital signs أهم حاجة ال heart rate و blood pressure والurine output, and then you do your imaging. So diagnosis is by imaging, suspicion is by clinical and labs. طيب في سؤال دكتور, if we had like IVH grade 4, it should do MRI, we should do MRI? لا مش ضروري, يعني it depends, are you working in an academic center, يعني انت هل انت بتعملها للدراسة ولا فقط للكونسلنج؟ So not every grade 4 needs an MRI. That's not true. هل بيحتاج MRI later on؟ قد يحتاجه في العيادات, قد يحتاجه later on, لكن in the acute اذا ما فيش hydrocephalus او other complications then you don't need. You can follow with ultrasound. If you are suspecting something else like HIE مثلا مع grade 4 او مثلا suspecting stroke مع HIE مع grade 4 then yes, then do an MRI. But just isolate grade 4 and nothing else, MRI is not mandatory. طيب, another question. How accurate? Well, like some radiologists write in the report, there is echogenicity and cyst due to prematurity while the baby is still 3 days old. How, يعني, it is accurate? This is the question. If you have chorioamnionitis, you can have congenital PBL. يعني البيبي ممكن يكون تعمل له ultrasound at birth. يتلاقي عنده بي في ال من الكوريوامنيونايتس. سو ذاتس مش مستحيل. مين قال ان هو بي في ال هذا فقط في الالترا ساوند اللي على عمره اسبوعين او شهر؟ لا, بي في ال كان ممكن تحصل قبل كده بكتير. اوكي, تمام. دكتور, في سؤال كمان كتير بتكرر. How to counsel a parent 28 weeker has IVH grade 3 then repeated at 40 weeks radiology report, the radiologist report as normal. Baby initially has a stormy course, now is stabilized. How to counsel a family? Okay, so grade 3 is actually severe IVH, حتى لو normalized, لأنه بيحصل resorption, تمام؟ This baby is at risk of developing CP and needs high-risk clinic, needs high-risk follow-up علشان تطور الحركي, motor development, needs neurologist, needs physiotherapist, وهي الأشياء, close follow-up, فالريسك عالي يا جماعة للCP.
28 ويكر مع جريد 3 ريسك عالي حتى لو نورمالايزد، لانه كل مثلا انه حصل ريزوربشن، الحمد لله ما حصلش هيدرال كفلس، ذاتس جود، بس ذات دازنت مين ان الاوتكم از جود، نو، ذيس از سيفير اي بي اتش، سو سيفير اي بي اتش از اسوسييتد وذ ورس اوتكمز. تمام. What is the relation between PIP and IVH؟ اوكي، هو الفكره انه am I affecting the venous return by my ventilation strategy? This is the thing. Yeah. Whether it's PIP or volume guarantee or how much PEEP or what's the high frequency or and so on. If the venous return is being, لأنه venous stasis هو الـ IVH ما هو؟ الـ IVH عبارة عن بيبدأ بـ venous stasis and then infarction and then bleeding. يعني this is the sequence of events. فأي حاجة بتأثر على الـ venous return ممكن تعمل تزود الريسك الانسيدنس اوف اي بي اتش. هاويفر موضوع البي اي بي هو جنرال سبيكينج، بغض النظر عن علاقته بالاي بي اتش، جنرال سبيكينج اتس بيتر تو فنتليت يوزنج فوليوم جارانتي علشان تو افويد لانج انجري، مش بس عشان تقلل الاي بي اتش. سو جاست اف يو هاف فوليوم جارانتي جاست يوز ذا فوليوم جارانتي، بي اي بي شود نوت بي يوزد، يعني بريشر فنتليشن شود نوت بي يوزد ان ذا ان اي سي يو. الأساس هو الفوليوم جارانتي، الاستثناء هو البريشر سايكل. في سؤال للدكتور تاج الدين بيقول هل لازم نسوي الترا ساوند قبل الاندوميثاسين؟ لا يا دكتور تاج، مش لازم خالص واطلاقا، مش مطلوب. في كمان سؤال دكتور، what is the indication of for PVL screening for what PDA؟ كاتب PVL screening. yeah. اه PVL. so second so okay, the first ultrasound is mainly for IVH. Can it see PVL? طبعا إذا كان PVL هتبين معك حتى في الـ L ultrasound. لكن second ultrasound is mainly meant for the PVL. تمام؟ And then the third ultrasound is mainly meant for the hydrocephalus. طبعا hydrocephalus ممكن يحصل من أسبوعين إلى ست أسابيع بعد الـ IVH. من أسبوعين إلى ست أسابيع. حتى غالبية الـ hydrocephalus بتحصل. في عندنا ثلاثة ultrasound في الـ extreme preterm babies. أول أساساً للـ IVH. الثاني اساسا للـ PVL والسيستيك PVL، and then الثالث اساسا للهيدروكفلس. طبعا لا يعني انه لما نقول اساسا ان هو you're not screening for other things. No, you are screening for other things, but PVL is more likely to show up in the second ultrasound, which is done probably around 2 weeks of age, 10 days. يعني في هذه الحدود، يعتمد طبعا على نتيجه الالتراساوند الاولى. طيب any relation between using high frequency in extreme premature baby in the first 48 hours and the occurrence of IVH? Not up to my knowledge. Okay. If the baby vitally affected with anemia, is the blood transfusion immediately exaggerate the IVH? معلش ما فهمت السؤال، اعيد ثاني. اف ذا احيانا بحس حالي غبي مش عارف. لا يمكن هي السؤال، اف ذا بيبي فايتالي افكتد وذ انيميا، اف ذا بيبي انيميك، از ذا بلاد ترانسفيوجن ايميديتلي اكزاجيريت ذا اي في اتش؟ والله الترانسفيوجن از مور كورليتد مع الباول والبلمونري انجري اكثر اكثر من البرين انجري. سو ذا ترانسفيوجن از مور نيك BPD, PDA, fluid overload, but not immediate. لأن إحنا بنعطي على 4 ساعات يعني. تمام. slowly. Okay. The IVH grade 4, it is justified to put him DNR based on the outcome. قد سألت عن عظيم. من سأل هذا السؤال؟ سأل تاج الدين. دكتور تاج الدين إيه؟ إذا بتسأل عمر خطيب تحديدا، لا. بس هذا لن أزيد عن ذلك. طيب grade 4 IVH shall we discuss it, the issue with the parent نفس الشيء about DNR, the same question. I'm looking any update on the debate of screening for coagulation PT, PTT and INR. دكتور بروف النمري بيسأل سؤال. أيوة، موضوع الـ coagulation studies only if you have documented IVH. موضوع الـ routine coagulation screening في preterm baby is not evidence based. It's not evidence based at all. لأنك بتعرض الطفل لـ FFP وتعرضه لأشياء هو في غنى عنها. It's not يعني لم يثبت علميا إنه إعطاء الـ FFP بيحمي من أي حاجة. Prophylactic. I have seen FFP before and I have seen babies receiving routine FFP just to prevent against IVH. And this is not evidence-based at all.
there is no evidence based. لكن إذا البيبي already عنده hemorrhage، يعني أنت شخصت عنده hemorrhage، then screen. Then screen. You need to correct any bleeding disorder يعني. تمام؟ لكن أنك تعمل prophylactically، no. Unless baby you are suspecting birth asphyxia, hypoxic ischemic encephalopathy, حتى لو كان preterm baby, you do screen for coagulation as part of the asphyxia protocol. لو liver function, coags, sugar, وهي الأشياء. لكن هو روتين coags for any and all preterm babies, that's not evidence-based. I know some hospitals do it. تمام. في دكتور هاني التراونة، هو بيدياتريك كارديولوجيست بالأردن، بتشكرك أول شيء على المحاضرة، وبيقول لك according to your experience as a neonatologist, if there is any single modality or diagnostic or treatment that you found, it might affect the future and prognosis. And second question, can we any way to have a scoring system to predict intracranial hemorrhage early? فإذا كان السؤال، أهلا دكتور هاني حياك الله. إذا كان السؤال الأول اللي هو is there any single modality that you found might affect future prognosis، إذا كان تحديدا على ال IVH اللي هو intraventricular hemorrhage، the only known modality هو the prevention of preterm birth. There is no other modality. No other modality. And then you have some quality again in your Google search for Razak IVH prophylaxis, how to prevent IVH. في a lot of quality projects. A lot. زي ما قلنا موضوع maintaining the head in midline position. موضوع the angle of the bed 30 degrees. Decreased handling. Maintenance of the blood pressure. No weights. يعني في a lot of quality projects في هذا الصدد يعني. لكن the single most important thing is to prevent preterm birth. And the second most important thing هو الانتينيتال ستيرويد. انتينيتال ستيرويد. في طبعا موضوع البروفيلاكتيك اندوميثاسين عشان البريفنشن اوف اي في اتش. وجد ان هو بيقلل الاي في اتش اللي هو البروفيلاكتيك اندوميثاسين. لكن على المدى الطويل اللي هو على عمر سنتين، there was no difference in new developmental outcomes. والسبب في نظر الباحثين حاجه من اثنين، اما ان الاندوميثاسين is neurotoxic in itself، او انه الاي في اتش is an association, is not the causation of the neuro disability. ففيها هذا اللي هي التيب ترايل تبعت الدكتوره باربر شميدت، يعني انه وجدوا ان الاندوميثيسين بيقلل الانس اوف اي في اتش لكن ما حسن اللونج تيرم نيورو ديفلوبمنت. يعني عشان كده موضوع اليوز اوف اندوميثيسين از ستيل ديبيتبل انتل ذيس مومنت. يعني ف ذا سنجل موست امبورتنت ثينج از تو بريفنت بريماتوريتي، اند ذن ذا سكند موست امبورتنت اللي هو الانتي نيتال ستيرويد. غير كده كلها محاولات يعني. تمام. دكتور في كمان سؤال، معلش إنه السؤال الثاني للدكتور هاني، معلش يا وئام، اللي هو any way to have scoring system to predict ICH early. هو ما فيش لل ICH، بس في physiological score، في a lot of physiological scores في ال NICU عشان to predict the severity of sickness of the child. But there is no specific ICH scoring system up to my knowledge يعني. السلام عليكم، يعطيكم العافية دكتور عمر. نحن تقريبا أخذنا more than 20 minutes لل questions. تحب نمدد 5 دقائق تانية أو شيء؟ لأنه خمس شاء الله بسيطة جدا يعني. خمس دقائق ونوقف عشان نريح الناس برضه. تمام. خلص. في البروف النمري وفي الدكتورة ناجي، أنا أعطيتهم المجال إذا حابين يحكوا. تمام. رافعين إيدهم. تمام. إيه والله أنا كان ودي أحكي في البداية لأني ماني عارف كيف أكتب السؤال، بعدين لما عرفت كتب السؤال فكتب سؤالي. يعطيك العافية دكتور عمر، دائما ما شاء الله تبارك الله منورنا ودائما داعم لينا. حياك الله. كمان تعلمنا شيء كثير باللغة العربية، أنا أقول لك سهلت الطب المرة وسهلت الـ IVH كله. السؤال الديبيت اللي سألته عنك على الكواجوليشن، للأسف كثير من المراكز دي ستيل سكريننج بي تي بي تي تي اي ان ار روتينلي with the admission of the babies. And you had to tell it very clearly that there is no evidence and not evidence-based. And then you will follow it by a lot of unnecessary fresh frozen plasma transfusion. Debate الثاني, unilateral IVH grade 4. Sometime in the follow-up clinic, they get surprised us. Not as we expect that they will have a very bad cerebral palsy. They have a good outcomes, but I don't know, shall we differentiate between bilateral IVH to put them DNR and stop escalating your therapy, or we need to treat it the same, unilateral or bilateral?
شكرا دكتور عمر. So regarding grade 4 تحديدا انا كنت ذكرت في الكلاسيفيكيشن ان في حاجه اسمها جريد 7 وهذا مسمى غير علمي لكنه مسمى دقيق نوعا ما. جريد 7 هو بيسكلي not just having grade 4 اللي هو الانتراسيريبرال بلاد but having also grade 3 معها. This combination of grade 3 and 4 is very bad. However, having an isolated grade 4, عشان كده لما الريبورت يقول لك grade 4, you need to go and see it yourself. لازم تعرف هو الدم فين. هل في دم في الفنتركل, توسع فنتركل زائد intracerebral, ولا فقط هو isolated intracerebral. If it's an isolated intracerebral, حتى لو كان bilateral, the prognosis is much better. However, it's bilateral grade 7, اللي هو 3 and 4, the prognosis is very poor. And neonatologists مقسومين نصين في موضوع الباليتيف كير هنا. في نصهم تقريبا على الأقل will redirect care, and نصهم يقول لك ما بحبش أن أنا أتدخل أو أخذ قرار يتعلق بحياة الطفل أو أي شيء زي كده. فالجريد 4 مش يعني مسمى جريد 4 أحيانا يخدع. You need to go yourself and see is it an isolated intracerebral ولا intercerebral مع interventricular مع dilatation. You need to go and assess it yourself. You need to see the images yourself before making any major decisions. That's my opinion. Great, Dr. Omar. في الدبيت الثاني, is it a hemorrhagic stroke ولا is it thromboembolic? خصوصاً بيكون في outside the ventricle some ischemic changes which is considered as thromboembolic. هو ممكن تكون متعلقة بالline insertion UVC and UAC. However, it's not, it doesn't have a high impact. Most of it, it's hemorrhagic stroke. That is, it's a blood vessel problem, not an embolus problem. فأحيانا الأطفال اللي هم يكون very sick and you emergency lines بيكون في bubbles. هاي bubbles ممكن تعمل stroke. لكن the incident is rare. The main problem هو the baby itself, the prematurity itself, the sickness itself, the hypotension, and so on. تمام. آخر نقطة الـ IVH prophylaxis endoptocin. And I feel the units who had more than the benchmark of IVH, more than 25%, I think the best way is to use it. Yes, هذا نفس رأيي تماما. If your unit has above average incidence, then أحسن أنك تستخدم prophylactic endometriosis. لكن لو أنت الـ IVH عندك نفس الريت العالمي أو أقل, الـ endometriosis مالوش دور كبير عندك. شكرا يا دكتور عمر, يعطيك العافية. أهلا وسهلا, حياكم الله, شرف لنا دكتور نمري. في دكتورة نجلة كأنه آخر حاجة؟ دكتورة ناجية, إذا بتحب تتحدث أنا أعطيتها المجال للحديث. Great for IVH, shall we discuss the issue with parents about DNR? خلاص, هذا السؤال تم الإجابة عليه. This is an area of debate. ما رح يعني, I think هذا يحتاج مؤتمرات وقعدات طويلة, يعني ما رح أجاوب عليه في دقيقتين كده. هي في النهاية آراء, يعني موضوع DNR والpalliative care it's more of personal يعني opinions أكثر منها evidence based يعني. طيب, يعطيكم العافية جميعا, كان شرف لي التواجد معكم, وسمحوني على أي تقصير إذا كان في أشياء معينة قصرت فيها, ياريت يعني تتواصلوا معي, وأنا إن شاء الله ممكن في المستقبل يكون more comprehensive presentation إن شاء الله. وجزاكم الله خير, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. وعليكم السلام, يعطيك العافية دكتور عمر. شكرا جزيلا دكتور عمر, شكرا جزيلا دكتور ويام, يعطيكم العافية, شكرا جزيلا لجميع الحضور, شكرا, السلام عليكم.